ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. حل الملك محمد السادس بمدينة إفران لممارسة رياضة القنص والتزحلق على الجليد بمحطة ميشليفن. وحسب ما نشرته أسبوعية الأيام في عددها الأخير، فقد رافق وصول الملك إلى مدينة إفران حضور أمني مكثف، وكذلك ببعض المدن المجاورة لها خاصة مدينة أزرو التي من المحتمل أن يزورها الملك لممارسة هواية القنص، والتي تم تزيين مداراتها ومداخلها تحسبا لذلك. ويعرف محيط الإقامة الملكية بمدينة إفران حركة غير عادية، حيث تتواجد مجموعة من الشاحنات التي عادة ما ترافق الملك محمد السادس في رحلاته في مختلف إقاماته داخل المغرب، والتي توفر اللوجستيك الضروري للملك والعشرات من ضيوفه وأصدقائه ورجالات الدولة، إذ إن رحلاته للاستجمام لا تخلو كذلك من عقد الاجتماعات واستقبال الضيوف ودراسة للملفات. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.